رجعنا نتواصل معكم من خلال فقراتنا في شاي الضحى. محكمة الأسرة هي محكمة تنعقد للبت في المسائل والقرارات اللي تتعلق بقانون الأسرة، مثل حضانة الأطفال وغيرها من المواضيع اللي تخص الأسرة. اليوم راح نتكلم عن هذا الموضوع مع المحامية أستاذة حنان العريان، منورتنا أكيد في شاي الضحى. حياك الله، صبحك الله بالخير. صباح النور. أهلين. صباح الورد حبيبتي، تشرفت فيكم. الشرف لنا. راح نتكلم أكثر عن محكمة الأسرة لكن من بعد ما نتابع هذا التقرير. إذا رجعنا مشاهدينا من بعد هذا التقرير. موضوعنا اليوم فاطمة قانوني بحت. نتكلم عن خلينا نقول قانون جدا مهم بالنسبة للأسرة. أستاذ حنان، خلينا نتكلم أول شيء ونقول حق السادة المشاهدين عن قانون محكمة الأسرة، توضحي لنا بس هذا القانون وأيضا شنو مميزاته. طبعا قانون محكمة الأسرة أنا برأيي الشخصي أشوف أنه بالفعل يعني تم تطبيقه، لكنها أنا أشوف أنها هي بالفعل خطوة جريئة في مسار التشريع التشريعات الكويتية. لكن أنه وصل الكويت متأخر، خلينا نقول أنه لو نقارن بالدول العربية والدول أيضا الأجنبية ترى هم طبعا فصلوا قانون محكمة الأسرة واشتغلوا عليه منذ سنوات، وإحنا تو اليوم وصلنا. نشكر المسؤولين والمشرع الكويتي لما يشرع لي قانون مثل قانون محكمة الأسرة، عالج لي عدة أمور، وايد أمور، وايد إشكاليات كانت تعيق المتقاضي قبل المحامي نفسه. لكن الإشكالية لو نرى القانون كقانون بنوده بند بند جدا ممتاز، كتشريع كقانون على ورق ممتاز. لكن الإشكالية عندنا الحين في الكويت اللي قاعد نسمعها من المتقاضين والمحامين طبعا، وانتم حتى سمعتوها، ان قانون محكمة الأسرة سيء. ليش هو سيء؟ تطبيقه بالفعل لما دخلوه حيز التنفيذ، اي لما دخل المحاكم الكويتية دخلوه بطريقة جدا سيئة. شلون يعني؟ من اي ناحية؟ شرعوا لي القانون قبل سنة بالضبط، عطونا مجال حق المتقاضين والموظفين ان ترى في قانون محكمة أسرة. الكل تايه، من محامين حتى الموظفين بالمحكمة، موظف الإعلان، الموظفين كلهم يعني على أكملهم، شنو قانون محكمة الأسرة؟ يعني بشكل مفاجئ كان. بشكل مفاجئ. أنا برأيي كان المفروض في دورات مكثفة للقضاء، أنا أتكلم للقضاء أيضا وللأمناء السر، وننزل تحت التدرج إلى مناديب الإعلان والموظفين وحتى إحنا المحامين حتى المتقاضين. نعم. يعني ندخل فيه على أساس بس الوقت، أنا لأنه هو طبعًا بنوده وايد، لأنه بيتكلم عنه ما راح نخلص ترى. نعم. حلقة. بالمختصر يعني أكيد يعني إحنا حابين نأخذ فكرة عن هذا القانون اللي بالنهاية يحفظ ويحمي الأسرة. نعم. طبعًا هو بنوده أول بند أول نص في قانون محكمة الأسرة يقول طبعًا هو فرض لي إن يتم تفرقة أو فصل المحاكمات الأسرية أو المحكمة الأسرية عن المحكمة الكلية. نعم. أي بالسابق أول لما نحضر أنا اليوم عندي قضية أحوال شخصية أروح مع الزوج والزوجة أو الأبناء أو أي مثلا قاعة أربعة، أي. قاعة خمسة ليمها لا عندي ترى قضية جنحة ومسجون وكذي. شنو ذنب الطفل الصغير اللي صح. ما تعدى الأربع سنين كافي إنه هو داش محكمة يشوف هالمنظر طبعا، وبالرقعة طبعا محكمة الرقعة القديمة كانوا شلون يدخلون المساجين مع الناس ترى، بعكس طبعا قصر العدل فيه يعني يدخلون ممرات خاصة وكذي، بس بالرقعي الجناح لا يدخلون بين الناس. شنو ذنب الأطفال؟ شنو ذنب الزوجة؟ شنو ذنب الزوج؟ يعني أوردي يعني موضوع الانفصال إيه؟ لا آثار سلبية على الأطفال، ما بالك إنه حتى على الزوج والزوجة إنه يشوفون إيه؟ هذه يعني المناظر راح يصير عليهم. إحنا كمحامين حتى أنا ما أحب أشوف المناظر، ما حد يحب يشوف المناظر. نعم. صح. فلما جاء القانون قال لي فصلوا، بالطبع إحنا صح لازم نفصل عشان الزوج والزوجة والأبناء، بس التطبيق شلون يا؟ يعني حطوا لي مثلا قصر العدل، حطوا لي محكمة ثانية منفصلة بعيدة يمكن حوالي 500 متر أو أكثر بالمرقاب. طيب اليوم أنا يا محامية إذا عندي جلسة في قصر العدل وعندي جلسة في المرقاب، خلوني مني، إحنا مجموعة دلال الملة القانونية فيها ستاف كبير، أكثر من 6 شباب كويتيين وثلاث بنات كويتيين وستاف كبير، ما عندي أي مشكلة أنا. لكن المتقاضي نفسه، أنا أتكلم عن اليوم الزوج الكويتي أو الزوجة الكويتية، طبيعي عندها أيضاً قضية مضطرين يروحون مضطرة. نفس اليوم تخيلي أنت نفس اليوم عندك تسجيل حلقة هنا وتسجيل في استديو ثاني، صعب صعب أن أنا أطلع من هنا لهنا. حلو التوضيح أتوضح الصورة بس. فالمتقاضي اليوم لما يروح عنده قضية إدارية وعنده قضية أحوال شخصية شلون بيوفق؟ ما يقدر، صعب. هذا هو يعني بس أقولش هي كنص مادة بالعكس ممتاز، لكن تطبيق على أرض الواقع فاشل. يعني أنت كان بإمكانك أن تحط لي شيء مصغر طبقا لنص المادة في نفس المحاكم الأساسية
هم لا من عقب 5 محاكم بالكويت سووها 9 محاكم بالكويت. أوكي. انا اول كنت ساعات احضر جلسه جلستين بمحكمه وساعات ننتقل الى محاكم ثانيه. نعم. يعني احيانا الحين لا، انا مضطره اروح 3 محاكم باليوم. بتقولوا لي ليش؟ اقول في مثلا موكيل معين يبوني انا شخصيا. أي. فانا مضطره اروح لهم هم. نعم. المتقاضي. ففي وايد اشكاليات. فانت لما تيجي تفصل كان المفروض تفصل يعني عدل. فالمسؤولين في هذه العمليه هم، يعني انا اوجه لهم الخطا لان الفصل فيها ما كان. نعم. طيب هذه يمكن نقول احدى الامور اللي اكيد ذكرتيها استاذه حنان. طيب خلينا نتكلم عن ايضا قانون محكمه الاسره. هل هو القانون هذا يطبق على الكويتي فقط او ايضا الجنسيات الاخرى ممكن نفس القانون هذا يتعاملوا مع قانون محكمه الاسره؟ هو في نص اعتقد الماده الرابعه نصت لي على ان القانون محكمه الاسره يطبق على الكويتيين وغير الكويتيين وجميع المذاهب ايضا. نعم. هني انا عندي اعتراض شخصي للامانه على هذا النص. هو اليوم لما قال لي على الكويتيين وغير الكويتيين، طبعا في اشكاليه اللي لمسها فعلا اللي يكونون في ارض المحاكم، الا وهي اليوم عندنا الزوج يكون مثلا جعفري المذهب. نعم. الزوجه تكون جعفريه، عقد زواجهم يكون جعفري. نعم. تمام. تزوجوا وهم جعفريين، ما حصل نصيب، تم الانفصال. لما يتم الانفصال المفروض انه ينفصلون وين؟ بالمحكمة الجعفرية. نعم. طيب اللي حصل هني شنو بالكويت مع الأسف؟ انا طبعا اقول ان بعض المحامين، مو الكل، البعض، اكرر اقول البعض، تروح الزوجة عند المحامي، انا بتطلق، طبعا يسوي لها مفاضلة، ترى انا اذا طلقتك بالمحكمة السنية وايد اسرع لك من المحكمة الجعفرية. نعم. الزوجة ما تدري، ما عندها علم بالشريعة ولا بالقانون، فتقول لها انا راضيه وتروح ترفع قضيه طلاق امام المحكمه السنيه متناسيه ان هي جعفريه المذهب. نعم. استاذه حنان، يعني في السابق وايد كنا نسمع عن مشاكل تقع في الرؤيه، في موضوع الرؤيه، هل القانون حل هذه المشاكل؟ طبعا قانون محكمه الاسره لما هي في احد بنوده تكلم لي عن الامر على عريضه، الا وهو بشكل مختصر للمشاهد، الامر على عريضه عباره عن ورقه انا اليوم المحامي يقدمها حق قاضي الامور الوقتيه ومن خلالها يفصل في الموضوع اللي انا رايحه مقدمت له عليه بنفس اليوم، على خلاف السابق لما انا لما الزوج ينحرم من ولده اكثر من 6-7 شهور بحكم ان الولد صغير، فعند الزوجه وبينهم مشكله طلاق، فهي مثل ما نقول بالكويتي تلوي ذراعها باليهال. اي. فهو كان على القانون القديم في السابق ينحرم ترى يمكن سنة كاملة على ما هي تتطلق من الزوج. نعم. لكن قانون محكمة الأسرة لله الحمد عالج لهذه النقطة من خلال أمر على عريضة أنا اليوم أقدمه حق القاضي، بنفس الأسبوع أنا أخذ قبول من القاضي، طبعا عقب ما أفرض أسبابي إن ليش الزوج يبي يشوف أبناءه أو فعلا هو محروم منهم أو لا، أو فعلا هو موجودين عند والدتهم أو في مكان ثاني، ياخذ القبول ينفذه خلال نفس الأسبوع، يعني للزوج يوم الأحد يوم الخميس أنا أسلم عياله. نعم. يعني هذه الفرقية وايد أثرت على الأسر الكويتية، وحتى الزوجة نفسها ممكن تكون بينهم مشاكل طلاق، لكن لما يصير في أنه يروح ياخذ العيال تشوفه يشوفها ممكن أنه يرجع اللي كان يعني في السابق. صح. يعني خلينا نقول تتصلح بعض الأمور ممكن. إيه طبعا يعني. كثير يعني شوفي أسماء، أنا من خلال يعني عملي وايد قضايا أحوال شخصية تيلي الزوجة والزوج قبل ما اقوم للامانه باي اجراء قانوني، في هذا اجتهاد شخصي مني انا، حتى مو من المكتب، مني انا اجتهاد شخصي، اكلم الزوج اذا هو الخصم اكلمه حتى ما اتطرق حق محاميه، لان المحامي راح يقول لي شروط وما اعرف ايش. لا. نعم. اجتهادات شخصيه منه، انا قاعد اسوي عرض صلح الا وهو عقد صلح. نعم. احط الزوج والزوجه بمكتبي مثل ما انتم قاعدين، شنو تبين شنو تبي، الامور اللي انتم تبونها، المحاكم دربها طويل مهما. صح. المحامي. صح. يشتغل ويسوي. صح. ما اقول تقصيرا بالمحامين ولا فينا احنا نسوي، لكن في اجراءات طويله من الاعلان وغيره، فلما اليوم انا اعرض لهم عقد الصلح بنفس اليوم انتم قاعدين الشروط اللي تبونها انا احطها من النفقات والطلاق على اي اساس انتم بتتفقون عليه، والابناء يكونون عند منو، الحضانه والولايه التعليميه وعده امور. نعم. يتفقون عليها، انا اروح اعقدها في المحكمه بال
نعم. أعقدها بالمحكمة فتتصيغ بصيغة تنفيذية وأخليها عندهم. نعم. طيب بالنسبة لهم هذا يعني أريح لهم وأحسن وأفضل بالنسبة للزوج أكيد. طبعًا. طيب حتى تكلم حقنا إحنا. نعم. يعني أستاذ حنان في جزئية وايد مهمة الصراحة في أيضا يمكن بعض الأهل يحتارون فيها خصوصا الأم يعني لما تنفصل عن زوجها استخراج المستندات وتسجيل الأبناء بالمدارس هل نظمها أيضا القانون في قانون محكمة الأسرة وإذا كانت العملية منظمة يا ريت إنك تشرحينها للسادة المشاهدين أيضا. طبعا هم أريد وأقول إن لما يكون للأسف في خلافات بين الزوجين يحطون حرتهم باليهال حرام يعني الصراحة يا أن تمنع من الرؤية يا تقول له أنا معطيك الجواز ما تسفره يا تقول له البطايق ما بطايق طيبة بيروح المستشفى تعبان لا ما يروح شون يعورون بعض عن طريق الأبناء والمتضرر الأول والأخير الأطفال طبعا يعني الأبناء طبعا الأبناء يعني الزوجة ما قاعد تشوف الأبناء بعين الاعتبار ولا حتى الزوج يعني قاعد يحرون بعض عن طريق الأبناء لكن أيضا القانون محكمة الأسرة حط للأمر على عريضة نفس طريقة الرؤية من خلال طلب احنا نقدمه للقاضي وفي نفس اليوم هو يفصل لي فيه وانا اقدم الاوراق سواء للزوجة اللي هي الحاضنة او حق الابو. طيب استاذة لما يجون لك يعني مثلا اذا جت لك امرأة او رجل مثلا في هذا الموضوع في موضوع الطلاق شنو اكثر المشاكل اللي يجونها وهل تحسين انهم عندهم الرغبة بانهم يرجعون حق بعض ولا تحسين ان الموضوع لما يوصل لعندك خلاص لا يمكن انه يتراجع عن رغبته؟ شوفي اسماء يقول لك بالكويت اي خلاف بين الزوج والزوجة الاهل لا يدخلون فيه ترى الموضوع يتم بس إذا دشوا الأهل فيه بس خلاص بس لإيدك بالكويتي لأن الأهل يزيدون مع الأسف يعني أول عندنا بالكويت ترى البنية إذا قالت كلمة الأم عبايتك وبيتها هلت وهذا المفروض الحين لا يما زوجي ما يصرف علي اي رفع علي قضايا ليش رفع علي نفقات وغيره بتكسبين وما اعرف ايش كارض باب المحاكم مفتوح طيب ليش اليوم عندنا المجتمع الكويتي صار فيه توعيه قانونيه هو انا اقول لك يعني ممتازه لكن سيئه بنفس الوقت يعني حريم الكويت صار عندهم تطلع اي مشكله مع زوجها انا ارفع عليك قضيه لا انا كاني محاميه واقول حق البنات وحتى حق الشباب الزوج او الزوجه اخر طريق تسلكونه درب المحاكم طبعا. اخر طريق لان لا قدر الله صارت اي مشكله دشيتوا ارض المحاكم حتى لو تبي تصلحون ترى صعب ما فيها رجعه يعني صعب يعني في ناس ترجع ما اقولش ما ترجع في ناس ترجع بس صعب كرامة الرجال هني المرأة يعني نظرتها نظرة الناس أهلي دروا نفسي أنا أحس إن في شيء للأسف ينكسر بين أنا أول كلمة أقولها تدخلين الباب هذا ما ترجعين بيتك أنت تقولي لها هالكلمة أنا أقول يعني. أنا والله أقول يعني لأن يعني قضايا أحوال شخصية كثيرة بالكويت وإحنا مش عايشين على التكسب هذا يعني في قضايا الحمد لله وايد أحسن فحرام إن أنا أتكسب عن طريق الأحوال الشخصية لأن هذه مآسي أنا أشوفها ومشاكل شخصية أصلاً بالأساس حقيقي يعني أحياناً أيضاً نسمع إن في بعض السيدات يرفعون على أزواجهم قضايا تخص النفقة قبل الطلاق يعني تكون على ذمتها لكن ترفع قضية مثل ما تقولين تهم أنت الوذراعة إذا هني ما في أبناء ما في أبناء توهم متزوجين 3 شهور تروح طبعا تستشير يعني 3-4 شهور لا في ناس شهر طبعاً بعد إيه شهر بالكويت اليوم تتزوج باكر تتطلق ترى هذا الوضع الكويتي يعني شهر عسل ترفع عليه قضية إيه يعني أول عندنا بالكويت إن مطلقة وين مطلقة الحين لا مطلقة عادي الوضع الطلاق صار عندنا بالكويت عادي الأخلاقيات نفسها لما تدخل من بيت لبيت في اختلاف البيئات الثقافات التربية والتسرع نعم يعني نتمنى ان الناس أيضاً. تفكر اكثر من مره فاطمه يعني في اتخاذ هالقرارات هذه اللي حازمه المفروض ان المراه او الرجل يراجع نفسه لكن بالنهايه اذا كان ما في يعني بينهم اي حل راح يرجعون للمحاكم وانتم بعد موجودين وحلو انكم انتم تعطونهم المعلومات انكم تحاولون تخلونهم يبكرون عدل ويتراجعون عن هالقرارات هذه يعطيك العافيه استاذه حنان شرفتينا اليوم في شاي الضحى شكرا لك استاذه حنان نورتينا في شاي الضحى نطلع فاصل وأكيد إن شاء الله راح نتواصل معكم أنا وأسماء من بعد الفاصل.